أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. विक्रम मोती 718 नंबर 10। एक आदमी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दो या तीन मर्तबा कहा, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, ये कहो, اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اے اللہ، تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔ اس نے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دوبارہ کہو۔ اس نے دوبارہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پھر کہو۔ اس نے پھر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اٹھ جا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 350۔ اللهم، اے اللہ، اللهم، اے اللہ، اللهم، اے اللہ، مغفرتك، تیری مغفرت، مغفرتك، تیری مغفرت، مغفرتك، تیری مغفرت، أوسع من ذنوبي، میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے۔ أوسع من ذنوبي، میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے۔ أوسع من ذنوبي، میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے۔ ورحمتك أرجى عندي من عملي، اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔ ورحمتك أرجى عندي من عملي، اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔ ورحمتك أرجى عندي من عملي، اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔ آمین۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من أملي. آمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. آمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. آمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. آمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. آمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. آمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. آمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك
آمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. آمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. آمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ. آمین. جزاک اللہ. 25/2/2015. اللہ اکبر.